ويتكويت كالتخشو كالضحاكة. الله أكبر. الأول مرة في التاريخ واحد تبيع القهوة والصفوفة، يعني واحد تصلي مثلا آمين واحد القهوة سخن سخن ومازال ما شفتو والو. بعض الناس كيصليو وبعض البنات وبعض الدراري. المهم خليكم تشوفوا. ياو فاميلا، مرحبا بكم في فيديو جديد مع اخوكم جمال الفائي والطيبون والطيبات. المهم اللي كيشاهدنا اول مره كاين واحد الزر اسفل هذا الفيديو اللون ديالو احمر، ضغط عليه دير اشتراك. مرحبا بك في اكبر عائله. كما شفتوا الفيديو ديال البارح اللي قلت لكم انه رمضان عنده فوائد كثيره وانه كيورينا بعض المخلوقات اللي حنا ما كناش عارفينهم، كانوا مدرقين مورا المكياج. رمضان بعض الناس كيبداو يصليو ولكن كتشوف الصلاه ديالهم كتكون في شكل، وهذا الشيء علاش؟ حيت تقول لك لا يتعلم اثنان، المستحي والمتكبر، الجهل. هذا الفيديو هذا الاخوان ماشي باش نضحكوا او نستهزئوا بالدين، هذا الفيديو هذا فقط للتوعيه، وغادي نوريكم بعض الناس اللي كيصليوا بعض الصلوات اللي هي غريبه وشنو السبب ديالها هو الجهل. يعني الجهل يقدر يدير بالناس شي كوارث اللي انت ما طيحش لك في البال. جمعنا لكم في هذا الفيديو هذا بعض اللقطات ديال اغرب الصلوات. المهم ما نطولش عليكم، بداو الفيديو. كما كتشوفوا هذا الفيديو الاول فقيها كتصلي بالناس ويني كتقرا بالعربيه وكترجم لهم بالانجلي، كتقرا بالعربيه وكترجم لهم بالانجلي. انا غادي نشرح لكم يعني المغزى من هذا الشيء كامل. هنا كيف ما كيبان في الفيديو، هذا الفيديو هذا بعدا شويه على الفيديوهات اللي غادي يجيو من بعد، هذه كتعلم الناس كيفيه الصلاه، كتعلمهم كيفيه الصلاه. المشكل اللي كاين في هذا الفيديو هو انه كتبين لهم بانه يمكن لك انها امراه تصلي بالجماعه، والله اعلم واش قالتها لهم ولا لا. ثاني حاجه هو انه الناس لابسين لباس في شكل يعني ما وضحاتش لهم انه حرام انه المراه تصلي هكا ولا عريان ولا شي حاجه. المهم هي كتوريهم قواعد الصلاه. هذا الفيديو هذا ما غاديش نطلق عليه اي حكم، ما غادي نعلق عليه حتى شي حاجه، غادي نخليكم نتوما تعلقوا على الفيديو الاول. كتبوا لي في التعليق شنو الراي ديالكم. الفيديو الثاني يا اخوان غادي نجبد لكم الفقيه اللي تيقولوا عليه ام ان ام، اغلبيه ديالكم عارفوا هذا الفقيه هذا كيصلي اسرع صلاه ديال التراويح في العالم كامل. الله اكبر. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. تديك امين كتحس بهم تيقولوها بحال اللي لاعب الكاراتي. نتحدى اي واحد فيكم يكتب لي ايه ولا غير كلمه قال من غير الحمد لله. اصلا ما فينا هو الخشوع، فينا هو التدبر الايات، ما كاينش. يعني هذه حتى هي من ما عرفتش شنو غادي نقول، مي من ظواهر الجهل هي هادي. الله اكبر، سمع الله لمن حمده. من نركع في نظركم واش قال سبحان ربي العظيم وبحمده، سبحان ربي العظيم وبحمده، سبحان ربي العظيم وبحمده. انا قلت دابا بالزربه هما وطولت عليه انا. الله اكبر، الله اكبر، الله اكبر. غادي نشوفوا واحد الاسلام العصري، الاسلام العصري اللي ولا دابا والصلاه العصريه اللي ولات. المهم الا صلاتي، يعني واخا نكون في اي بلاصه، نكون في بركان، تجي تسونامي، نكون كنتبحر، المهم الا صلاتي. عقل واحد العام كنت دخلت للجامع وكنت لابس الشورت راه تحت من الركبه يعني طويل، وندمني واحد الفقيه، ندمني. انا بغيت لك داك الفقيه، بغيت لك داك الفقيه يا عمي. نظركم شمن خشوع هذا اللي كتشوف الناس بالمايوات، الدراري كيلعبوا حداك وانت لابس الشورت وكاسكيطه. اصلا هذا انا شاك فيه واش كيصلي ني جيت القبله، دار محال واش كيصلي ني جيت القبله. الله اكبر.
الله اكبر الحمد لله. استاذ الاخر اخوتي استاذ الاخر ما كيصليش هو خدمته هكا هو انه يشد المايك ويعلم الناس الحمد لله الله اكبر ومنين الفقيه ديالهم يحط له المايك على فمه باش كيصلي والله اعلم مازال ما شوالو اما زال ما شوالو اللهم صل على محمد وآل محمد وتقبل شفاعته في أمته وارفع درجته بحول الله. رجعنا للامانه ما خوتي ولكن واحد خونا اللي بقى فيا في هذا الفيديو داكشي اش غنعاود ندوز هذا الفيديو هذا هو هذا السيد هذا اللي يلاه دخل باش يدخل معاهم في الصلاه ضغط لي الحلوفه الله هي دركع لقاهم دخلوا في السجده الثانيه ما فهمت حتى وزه الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اليوم يا ربي صراط المستقيم صراط وهاد الصلاة اخوتي ديال هاد السيد هذا بغى يموت صحة ساجد صحة باغي يموت ساجد يلا شنو غادير دابا معاه دا ما يهربوش لك هذا اخوتي رحم الوالدين الخوت نقدر نكون انا ما عارف نقدر نكون جاهل ولكن بغيت الناس اللي كيعرفوا في هاد الشيء اللي كيفهموا في هاد الشيء واش هادي كتسمى بالفعل صلاة واش هادي صلاة ديال نطيح الارض الزربه واش هادي صلاة واش فيها خشوع ما فهمتش بغيت الناس اللي فاهمين في هذا الموضوع اولا جالس حداك الاب ديالك سول الله يرحم الوالدين دابا غادي ندوزو لواحد الصلاة ما فيهاش الركوع تفرج انا في حياتي ما عمري شفت صلاة زي كذا ركعة ركعة لا حول ولا قوة الا بالله كيف ما كتشوفوا ما كاينش الركوع وكذلك هما ما تيقوموش بالطريقة ديال اهل السنة اللي كنديرو حنا كاين اللي طالقين اليوم ربما يكونوا من الشيعة ولا متبعين شي منهج مهم هذه صلاة جديدة قيد عندك ما فيهاش الركوع عمرك شفت جي ونزل دابا غادي ندوزو 16 ماشي الاخر حيت باقي ما وصلناش ل 16 الاخر غنوصلو لواحد 16 هذا هو اللي كيمشي بآية 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 وتيركع وتينوض وتيقرا آية وتيركع المهم نعطيكم مثال تفرج سبحان ربي العظيم وبحمده اللهم صل على محمد وآل محمد الله أكبر قل هو الله أحد الله أكبر سبحان ربي العظيم وبحمده سبحان ربي العظيم وبحمده سبحان ربي العظيم وبحمده اللهم صل على محمد وآل محمد الله أكبر الله الصمد الله أكبر تعطوني رأيكم في هذه الصلاة هذه أنا حمقتني انا حمقتني الطريقه هذه اللي كيصليو بها ما فهمتهاش قل هو الله احد زاد طلع الله الصمد انا ما كنستهزئش بالدين ولكن هذا راه كيتعتبر جهل هذا راه جهل بالدين ولم يكن له كفوا احد اللي حمق لي صبعو اش كيدير بيه هنا ملي كيقرا اي شيء يدير صبعو هنا ما فهمتش المهم الهدف اللي كانوا بغاو يوصلوا ليه الناس في مصر ما كنهضرش على الجميع كنهضر على الحكومه المصريه هو العصرنه ديال الدين صلاه العيد لاول مره في التاريخ كيصليو البنات مع الدراري العيالات مع الرجال مخلطين الله اكبر الله اكبر لهنا هو انه معروفه مصر في يوم ديال العيد بكثره التحرش الوغ شنو غنديرو باش نحاربو التحرش غادي نخلطو رجال مع العيالات في الصلاة ديال العيد ونجيبو بعض البنات اللي معلقين كاع
صليب في عنقهم. ويتك ويتك التخشوع كالضحاك. الله أكبر. الأول مرة في التاريخ واحد تبيع القهوة والصفوفة، يعني واحد تصلي مثلا آمين، واحد قهوة سخن سخن. قلة الأدب، قلة الأدب هادي. ومازال ما شفت والو، بعض الناس كيصليو وبعض البنات وبعض الدراري. المهم خليكم تشوف. انتو كتلاحظوا مزيان غادي تلقاو انه الاغلبيه اللي كيصليو كيصليو بحال ما هكا، وكيدور عينو كيتسارى مع راسو كيتمنظر. اللي قلنا الدراري داخلين وسط الصفوفة، وان فوا كيسجدوا النساء ولا الرجال ولا هادي كيبداو يصوروا فيهم، و يعني ما كاينلاش نشرح اكثر، راه كلشي باين وواضح. كتشوفوا واحد الولد جالس كيصور في شي وحده ربما كيعرفها ولا شي مراه ولا ما نعرف، بدون الاذن ديالها كيصور فيها من اللور، وداير راسو زعما كيصلي هو والصديقه ديالو. من بعد من الناس غادي يسجدوا، شوف شنو غادي يدير. عم سيداتي سادتي، هادي الصلاه، هادي العصرانه، العصرانه اللي وصل لها الدين الاسلامي او الصلاه، الصلاه والسيلفي. بغيت نعرف الراي ديالكم. انا فريمون هادشي عصبني، والحمد لله ما شفتوش لا رياكسيون ديالي باش كنت كنجمع الفيديوهات شي حاجه اللي صدماتني. نعرف التعاليق اسفل الفيديو شكون هي اغرب صلاه اللي شفتوها في هذا الفيديو هذا، واكتبوا لي الموضوع اللي بغيتونا نديروا عليه تطليعه الفيديو الماجي. ما تنساوش ديروا اشتراك لايك بارطاج مع الاصدقاء ديالكم. تلاقاو فيديو اخر ان شاء الله. تهلاو.